مبروك. انتوا هتبنوا هرم بالجنود دي ولا ايه؟ ايه؟ هو المعلم بتاعك مش مشتغل عطار؟ انت بتنده عليا؟ بقول لك المعلم بتاعك مش مشتغل عطار؟ طبعا ده سيد العطارين في المدابغ بحال كده. امال ايه حكايه الجنود دي اللي عمال يشتريها بقاله سنين؟ حكايه الجنود ها؟ دي سياسه عليا يا معلم ملزم كده. انت ما تفهمش من الحاجات دي، خليك انت في الكوارع ولحمه الراس. لحمه راس؟ صباح الخير يا ست دولة. ايه اقعد انت؟ مين؟ عباس؟ معلمك مش هيعقل؟ اوديه فين ده كله؟ انا خلاص ما بقتش طايقه الريحه والدبان والقرف. يا وليه اصبري، وما صبرك الا بالله. ما بقاش عندي صبر، اذا ما شفتلكش حل في تل الجلود اللي انت بهببه وشايله عندي ده، هتيجي في يوم تلاقيني حرقهولك. تبقى مين انت باسمي؟ يا اخوانا خلصونا بقى، امال رقبتي هتقف على جنب؟ طب ده خليه وابقى خلي بعدين. انا قلت لا يعني لا. سيبيه يدخل، خلينا نروق وهنعدي عليكي بالليل. اه يا معلم، واخرتها؟ اخرتها ما انت عارفه. اوعى بقى مسك ما دام هيعدي بالليل. تعالى. أصلاً أنا نازل تاني. نازل تاني؟ رايح فين يا أخوي؟ عندي نبطشية، بس المرة دي احتمال تطول شوية. يعني إيه؟ يعني هسافر. بطل هزار بقى. لا حقيقي، الجبهة. لا لا مستحيل. إيه مستحيل دي يا بنتي أنتِ؟ إيه مستحيل دي؟ أنتِ مرات ظابط، أوعى أسمعك تقولي الكلمة دي تاني. أمال عايزني أقول إيه يا معالي؟ أفضل ساكت على أبعادك كده. الله، ما أنا بجيلك من وقت للتاني أهو يا دولة. مش تعملي خاطر للولاد؟ ده إحنا يا دوب عايشين بالعافية. يعني أقول لهم إيه؟ أقول لهم جايب لكم واحدة تشارككم الرزق، الرزق اللي على قد؟ يا أخويا وفر فلوسك اللي عمال تصرفها على الجلد والقرف، والواد مبروك اللي مسرح يلمهالك شمال ويمين. يو، أنت هتسندي نفسي ليه بقى؟ يو يو يو، مش قصدي يا معلم. امسك، خد امسك، خلي ده معاك يحفظك ويرجعك ليا بالسلام. دي ايد الكرسي، خليها في صدرك على طول.
يا قلبك ابيض. طيب انا هسيبك على تحت بقى ومعايا الشنطه احسن، ده باين العواطف هتاخد حدها قوي. وبعدين معاك بقى يا عصام، عيب كده. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، يلا. يسافر من غير ما اشوفه؟ يابا الواد راح يحارب. الله، ولا هنعطل الحرب لحد انت ما تيجي؟ يا سلام، يعني ايه الحرب مستنياه وعارفه ما تقوم الا ما يجي قبز؟ والله يا عمي هشام استناك لحد اخر لحظه، وبعت مبروك يدور عليك في المدابغ كلها وما لقاكش. بقى دورت عليا في كل حته في المدابغ وما لقيتنيش. انت غير حد غير ده؟ ها؟ يعني ما انتش عارف انا كنت فين؟ انت كنت عند ما نتكلم. اتكلم يا جر، اتكلم يا اخي. طب كنت فين يا بابا؟ بس وانا هكون فين يعني؟ في القهوة طبعا، ولا ليا 100 حته براحه. لا، هي حته واحده بس. خير يا سداد؟ والخير هيجي منين؟ دول كام حته لا يودوا ولا يجيب. وبعدين يا رجالة، كل ده بسبب ارتفاع سعر اللحم. الناس يا اخوانا ما معهاش فلوس تشتري. اللي كان بياخد 2 كيلو دلوقتي بياخد كيلو، واللي كان بيطلب واحد دلوقتي بيكفيه نص. قلة الدبح، قلة الجلود، حصلت الأزمة. لو المصيبة ان الحكومة لا عارفة تنقص سعر اللحمة ولا سعر الجزر. انا عندي الحل. قول ابو العريف. سلام العطار. هو انا يا اخوانا شغلتي الجلود برضو؟ هو كان في حد في السلخانة بيشتريهم غيرك؟ كنت بشتري بخمسة وتاني يوم ببيعها بخمسة ونكلة. يا ريتها فضلت لدلوقتي، كان زماني بقيت مليونير. دي الحتة وصلت 20. لا 15. لا 20. يعني عندك وعايز تبيع ب20؟ يا ريت. اوه، يلا بينا يا جدعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمع يا واد، مين وراهم؟ ما تسيبهمش يا واد. ولا هجيبهم لك، بس تجيب لي حلاوه. هحليلك بقك. اجري يا حلايا يا هل. اجري. اديني الباريزه بكبوني يا معلم. من عينين المعلم. يوم انا جاي افتح اهو. مين اللي مسروق اللي جاي على الصبح ده؟ استنى هفتح. صباح الفل يا معلم. صباح النور. زرات يا دولت، زرات يا قمر، يا دولت باشا. جراه يا راجل، انت واخد حاجه ولا ايه؟ لا، ده رباني كده. خلاص ليلة القدر انشقت، ما شفتهاش؟ لا ما شفتهاش. سلامت الشوف يا حياتي، سلامت الشوف يا دولت. خلاص انشقت يا دولت، وهتبقي دولة باشا يا باشا يا باشا يا باشا. يوه، انت اتهمت يا راجل ولا ايه؟ ما تفهمني في ايه؟ هفهمك. تل الجلود اللي احنا مخزنينه عندك في الرابعة هنا. خلصني منه. هخلصك منه ده. هخلصك منه وهجيب لك بداله تن ذهب. قلت ايه؟ قلت ايه يا دولت؟ والله ما انا فاهمه حاجه. افهمك واعرفك عشان تاني مره ما تبعترنيش لما اجيب لك شويه جلد واخزنهم عندك هنا. خلاص خلاص، سلامه في خير والخير في سلامه. سلامه يا سلامه. صادك انه ما عندوش ولا حته توحد الله؟ ولا انت اطرش ما بتسمعش؟ مين؟ فريد الاطرش؟ اديك شايف ان اطرش ما بيسمعش. لا بس انتوا تعالوا ومالكوش دعوه. ايه حكايتك يا انت؟ بتسمع اللي عايزه ولا تسمعش اللي مش عايزه ولا ايه؟ يا اخوانا ده عنده يجي مليون حته، بس انتوا لابوه، انتوا تباصوا وهو يبيع. ما قلنا ما عنديش. بس الواد مبروك بيقول عندك. خلاص يبقى اشتري منه. اه معلم، سلامك.
يا معلم سلام، احنا هنرباحك، بس انت قول وبلاش ملاوعه. وانا حلاوة ليه؟ هو حد يلاقي فرصه للرزق وما ترزقش؟ اسمع ده مبروك، تعرف تعتب عندنا تاني، مش هسيبك الا لما اسلخك مع الدبايح، انت فاهم؟ حاضر هقوله. صحيح، اللي يمشي ورا العين وراهم يا ولد. وراهم مين؟ وراهم ما تسيبهمش. حاضر، دي خد انت اديلها بربع جنيه حبهان وجول فدان. اضحك كله منك، كله منك تحت ده هاشم ده، وانا احتاج ما تكونش عايز يرفع السعر قد ما يقدر، لانه كان بيقول ان الحته ب 20. الله يرجع، وانتوا خسرانين حاجه. الله، انتوا بتدفعوا حاجه من جيوبكم، ما اللي نازل عليكم بط بط، هتطلعوه من عين الزبون وز وز. واحنا موافقين. ايه؟ بقول احنا موافقين. انا مش بحلم بشقة لوحدينا من دلوقتي يا فيفي، لكن ممكن نعيش مع اهلي او اهلك. المهم الحب دلوقتي يا نبيل، طول ما احنا بنحب بعض هنقدر نتغلب على ظروفنا. بس الكام شهر دول يعدوا واتخرج وربنا تمن بخير. بل ريقك، بل ريقك. خد يا هشام. لا انت ما تشارب انت، انا مخاصمك. انا ايه اللي جابك؟ انا مخاصمك، اجري، انا زعلان منك. مش هتش خد اللي بعده. الكنز ده اللي انا ابوك يا عصام. كنز؟ ايوه كنز. كنز يا معلم؟ هو في حاجه اسمها كنز في المدابر؟ الكنز ده بيلاقوه في السيما وبس. استنى، امال ايه يا ابني حكايه الملايين اللي سمعنا عنها دي؟ اصل المعلم بتاعنا عقليه اقتصاديه جباره، فضل يحوش في الجنود لغايه لما شحت في السوق وراح ضرب ضربته وباعها بالملايين. بيل ريقك. تعالى يا اسطى. شفت بقى يا بابا؟ اتاري كان معلق اليافطه دي. ايوه يا ابني، واحنا من خيبتنا كنا بنقول في سهرنا، ليه يا معلم سلامه كاتب لنا يا ناس يا شر الكوار. لا مؤاخذه يا معلم، اصل انت ما تعرفش ابويا. ابويا يعرف يدكن كويس قوي. هو المعلم سلامه يعين عليه، ده راجل عقر. زي البرج، زي برج الجزيرة مثلا. صح يا دولة، صح. واسميها البرج؟ لا، هسميها برج المدابر. يا عيني يا واد ده تقيل، ده انت ولا حسنين فهم بتاع السيما. مبروك. نعم مبروك يا سعاده البيه. واحد تاني بيه؟ بيه 60 بيه كمان. لا يا عمي، انا مش ممكن اسيب البيت ده الا لما يرجع هشام. تجوز يا ناس، ده يوم ما يرجع هيرجع على هنا. يا بنتي ربنا يجيبهولنا بالسلامه، ولما هيرجع باذن الله هيلاقي الف من يدله على برج المدابر. ما تقول لها مبروك، فهمها. صحيح،
هو هشام لما يرجع هيعرف برج المدابر منين بس؟ ده ده هو في حد في مصر يا ما يعرفش برج المدابر فين؟ انا لو نزلت من هنا هتوه ما اعرفش اوصل. يا عمي انا ما اخش الشقه جديد من غير جوزي. اه ده موقف ايجابي واضح. يا واد انت بطل الفلسفه بتاعتك دي وانجار سعيد افلام الهدوم والشنطه. يا بنتي تهدي بالله، ده هشام حتى ما يخلصوش ان احنا نبقى هناك ونسيبك هنا لوحدك. يلا يا بنتي يلا الله يهديك. يلا يا بنتي. شويه موديلات انما ايه تهبل، مش هتلاقيها ولا في اي بوتيك في مصر. ايه بقى، انجليزي ولا فرنساوي؟ لا من هنا ورايح مش هجيب لك اي حاجه من لندن او باريس، عشان البضائع كلها هناك مرطرطه في البوتيكات اللي هنا. انا يا سيدي هجيب لك حاجتك كلها من اسبانيا، بلاد الفلامينكو. فلامينكو؟ فلامينكو هو ولا فلامينكك انت؟ تجنن يا عسل. حسبي، ابوك راح فين؟ مع المهندس بره في الحوش بيتفق معاه على مقاوله الجامع. يخيبك اب. ايه؟ انا مش فاهم، بس مين اللي طلعها في دماغه يبني جامع في المهندسين وتحت البرج بالذات؟ يمكن عايز يعمل حاجه لاخرته. اخرته؟ اخرتكوا سودا ان شاء الله. انا عايز جامع مش زاويه ولا مصليه، اصل الجامع بس هو اللي هيحقق اللي في دماغي. اطمن يا سلامه بيه، المساحه كفايه جدا. خلاص. اصلا مؤاخذة هنا في مخ مش مهلبية. الله جرأة يا معلم، ايه حكاية الحوش ده؟ انت عايز تعمل فيه ايه؟ انا مش قلت لك الحوش ده لو عندي 100 مشروع ممكن نكسب منهم ذهب، انت برضه مصمم تعمله جامع؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، الجامع هيتعمل. يا سلام، انت يا ولد مش مكفيك المحل اللي انت عامله انت واختك؟ يا والدي ده المساحة بتاع الحوش ده ممكن نعمل فيها سوبر ماركت ملوش نظير في مصر. استغفر الله، أنا مش فاهم العالم دي انصرعت كده ليه؟ مساء الخير. أهلا يا عصام. مساء الخير. الله الله الله، ده أنت سخن قوي النهارده، إيه الحكاية؟ أنا على طول كده، ولو إن النهارده مفلوق. ليه خير؟ إيه اللي حصل؟ الراجل ده لك منهم ساعات بينادوا له بيقولوا له حاج، الظاهر افتكر نفسه حاج بصحيح. أبوك هو لسه مصمم على حكاية الحاج دي؟ تصوري؟ لا وزادت بقى وكلت. عايز يعمل لنا جامع في البرج، اقول له يا حد يعمل جامع هنا؟ ابن الجامع ده في زينهم ولا في الطرب؟ انما في المهندسين نعمل سوبر ماركت، الربح مضمون وهيكسب فل. دماغه راكبه مفيش فايده. يكونش الراجل الدروش على اخر ايام. والله دروش الله حقك، دي تبقى كملت. لا 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 لا، ايه؟ مش قبل المأذون. استغفر الله العظيم، ما جابليش سيره المأذون، بتعفرت. تجنن يا عسل. يا ساتر، الواحد بيبقى هيتخنق وهو لابس البدلة والكرباتة دي. ايه الكرباتة دي؟ حد يخلق نفسه يجيبه؟ مفيش أحلى من لبس الجلابية والقعدة المرحراحة بتاعت المدابر. ولا ايه رأيك مبروك؟ أيوة بس خد بالك بقى ما تتفلسفنيش، بس أنا ما عنديش مخ. أو ولع. على فكرة الست دولة اتكلمت وكانت مزرجينة حبتين. روح لها. هي عايزاك ضروري الليلة. بتقول ايه؟ اتكلمت؟ الله سلامتك يا معلم، وانت كمان عايز سماعه؟ لا يعني اتكلمت منين؟ لا ما هي ركبت تليفون النهارده ودايره تكلم اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. ركبته ازاي يا اخويا؟
ده انا عمال ما ركبت تليفوني ضغط وحفيت. اه القرش يا معلم، القرش يسوي الهوايل. ايوه يا معلم. معلم انا جاي لك عايزك في كلمتين. طب قول لهم وخلصني. خارج خارج ما تبصليش، هروح اطلع لي على كلمتين ولا على الجرايد. طلع مطلع قوي الواد ما شاء الله. بشوف بقى، انا بصراحه جاي لك دلوقتي ومش ناوي انزل غير لما اقنعك تعدل عن حكايه الجامع دي. وانا بصراحه بقى مش ناوي اعدل عنها، واشتريت له اجدع ايشاني مستورد عشان الميضه بتاعته. ان كان على الايشاني سيبولي، انا مستعد اشتريه منك. اصلا انا ناوي ان شاء الله بقى اعمل فوق السطوح في الروف اللي عندنا حمام سباحه. حمام سباحه؟ الله يرحم امك اللي كانت بتستحمى في الطشت. قومي واقف فز من وشي. انا مش عارف العيال دي صارت كده ليه. طب خلاص يا معلم ما تزعلش نفسك، وان كان على الايشان يسيبولي انا مستعد ابقهولك واكسبك فيه كمان. يا واد انت فاكر نفسك اشطر من ابوك يا واد؟ لا طبعا مش ممكن. اشطر منك. ما انا عشان كده مش فاهم انت عايز تعمل الجامع ليه. اصلك حمار مش مسقف. لو انت متعلم وبتفهم كنت عرفت ان الجامع ده مكسب دنيا واخره. مش فاهم. افهمك. اولا الحديث الشريف قال من بنى لله مسجدا بنى لنفسه قصرا في الجنه. ثانيا القانون بيقول من بنى في البرج جامعا لنفسه ما يدفعش عوايد. يا ابن النصحه. ولا خلاص سحبتها. قوم في زغور من قدامي وما تجيبش السيره دي على لسانك ابدا. يعني خلاص خلصة عمرك. قلت له يا زفت الطين ان انا عايزاه ولا لا؟ اطمننا عارفاك انت مطول. طب وغلاوتك عنده؟ قلت له 100 مره بس هو لا مؤاخذه مشغول حبتين. يعني ايه مشغول؟ مشغول عليا انا؟ هو نسي لما كان ماشف؟ الله يرحم يا سي سلامه يا عرق. لا مفيش داعي للكلام ده يا ست دوله. المعلم عنده مسؤوليات كتير، الله يكون في عونه. وبعدين هو برضه ما بتاخرش عنك. يعني دلوقتي يجي لي بس لما يهرب من العيون. عيون ايه يا نيله؟ مش تبطل كلامك اللي بميت لون ده؟ اصل بصراحه عيالهم مستغربين قوي وبيسالوا ايه اللي جابك وراه البرج؟ وليه يديك دورين بحالهم؟ مع انك انت قاعده في شقه واحده ومأجره الباقي. نعم نعم بأولاد القديمه دول مستكترين عليا 8 شقق، عايزين يشفطوا كل حاجه لوحديهم. طب ده انا اللي عامله ابوهم. انا واحده عشان وحدي. ايه؟ ايه؟ بقول لك ايه؟ انا عايزاهم يعرفوا. طب وانا مالي؟ عارف لو الراجل ما نزلش الليله دي هخلي ليلتك اسود من قرن الخروب. انا مالي؟ انا مالي؟ ايه بقيت بتستعر من زياراتي؟ عمال تبص حواليك زي الحراميه؟ هو احنا بنسرق ولا ايه؟ يا ولية وطي صوتك. ايه الغاغه اللي انت عاملاها دي؟ ما انا كنت جاي من نفسي بس كنت مستني الوقت المناسب. ايه؟ ويطلع امتى الوقت المناسب؟ هو انا اقدر اتاخر ولا استنى عنك؟ لا تكون اتمرقت عليا ونسيت ايام زمان. يا ولية سدي بقى الخراره دي. خراره؟ يا ساتر عليكي ده انت شلق بشكل. وكمان شلق. بقول ايه يا معلم؟ نعمين يا عيون المعلم. الدورين بتوعي مش ناوي تسجلهم رسمي ولا ايه قولك؟ ما احنا كويسين كده. هو حد جه جنب شقه كل قرب لها؟ لا ما هم ولادك ابتدوا يحرجموا ومش عاجبهم ان دوله تسكن معاهم البرج. مستكترين عليا النعمه. ما تخافيش ولادي، انا اعرف احوشهم عني وقت اللزوم
وطول ما انا عايش ما تقلقيش ابدا ابدا. يا اخويا ربنا يديلك تلت العمر، بس ما حدش ضمن الايام. بقول يعني لو اخد الدور الفوقاني باوي شارع واعمله الكندا، انا استنفع وانت تستنفع. ده رأيي يا دولت. انت عارفه الدور اللي فوق ده بتاع هشام ابني، ولا يمكن هفرط فيه ابدا، وانت بتكسبي شويه يا وليه. روق بس روق، الكلام اخده عاطف. هو معقول بعد السنين دي كلها سهشام يرجع؟ ابني عايش وهيرجع، ومش عايز كلام في الموضوع ده تاني. استنى بس اما اقول. نعم. عايز اوشوشك. الله يا وليه، انت جرب مخك حاجه، وفي حد معانا في الاوضه عشان توشوشيني. كل التخصصات؟ لا لا لا، يطلع جيش برضو. وبحرية برضو. تعرف ليه؟ عايزة نص دستة عشان لما نكبر كده ونعجز يهتموا بينا، يبقوا حوالينا، ياخدوا بالهم مننا. طيب مفيش ولا بنت فيهم حلو كده زي مامتها؟ نعم. بنت ايه وبتاع ايه؟ شفتي بقى انك انت انانية؟ عشان عاوزة تبقي البنت الوحيدة وسط سبع رجالة يدلعوا فيك. أنا حرة. ومفيش داعي نقلق المعلم.
يمكن ما نلاقيهوش. ان شاء الله هتلاقيهم. بقالك قد ايه واخد المقاوله؟ وواخد مني فلوس قد كده؟ ده جامع يعني حاجه لوجه الله. ما هو مش الفكره يا معلم، بس انت عارف ان العمال اليومين دول كلهم مهاجرين على الدول العربيه بيلقطوا رزقهم. الله، طب ما احنا بندفع فلوس. ده النقاش واخد مني 300 جنيه في كام متر وبرضه مش عاجب. معلش يا معلم، كلها شهر وكل الشغل هيبقى جاهز. يا عم اشوف، ربنا يسهل. السلام عليكم. مع الف سلامه. مع الف سلامه. علم يا واد، مالك داخل مكروش كده؟ فيه. طب اقعد بس واسمع الحته دي. ايه يا عبد، كنت ناوي تغني يا واد. هشام مات رجع. الحمد لله، الحمد لله. وفي مستشفى المعاد دلوقتي. انا عمري ما صدقت ان هشام يموت. لا لا، قلب المؤمن دليل يا واد يا مبروك. قلب مين يا معلم؟ ما انت مكشوف عنك الحجاب يا مولانا. انما انت جبت الكلام ده منين يا ولد؟ من نزاعة مونتو كارلو. انت هتخرف تاني يا واد. يا معلم ده عارف لو خرفت يا واد وطلعت كذاب يا واد مش هجيب لك عيش معايا ابدا يا واد. لا شايفه انا يا شايف. رجع يا واد، رجع. الحمد لله يا هشام. الحمد لله على السلامة يا هبه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ازيك يا بابا؟ ازيك يا من فضلكم لو سمحت ممكن تصبوا شوية عشان استريح؟ حاضر حاضر يلا يا بنت، يلا يا بنت. هو ماله يا بنت؟ مفيش، بس واخد مهدئات عشان كان عصبي شوية. هو ضروري هيروح معانا النهارده؟ لا، لازم يفضل فترة تحت الاختبار. اختبار؟ مع السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ده دواء لماما، أصلها ما بتستغناش عنه. مع السلامة. ميرسي. يمكن دي آخر صورة شفتها وأنا هناك. كان الهواري بيجري ناحية الدبابة. وفجأة بص لي بصة. لغاية دلوقتي نفسي أعرف معناها. قبل ما يرجع يبص الناحية التانية
كانت الدبابة انفجرت وبقى لها واري 100 حتة. ما دريتش لو انا بفوق وبصرخ في مستشفى العدو. يا حبيبي هشام كفاية كده، ما تجيبش السيرة دي تاني، كفاية اللي انت شفته. حق يا ابني، ده انت شفت الاهوال وغيرك هنا قاعد يلم ويكوش على الفلوس. هي الحرب كده، ناس تموت وناس تلم الغنايم. ما كانش في طريقة اطمنا عليك تقولين انك اسير؟ انا كنت هتجنن. المسألة مش بالبساطة دي. الحمد لله يا رب العالمين. والله يا ابني انا كنت متأكد انك رايق. وانا كمان كنت عايش على الامل ده. محدش فينا كان ممكن يتصور انك مش راجع تاني. خلاص يعني كلكم بقيتوا اولياء. مش تعبان يا هشام؟ تكون عايز تستريح؟ اخبار الدنيا هنا ايه؟ الناس عاملين ايه؟ انا بسمع اشاعات كتير قوي. والله يا ابني الناس مبسوطة وبقى معاها فلوس كتير. معرفش منين. منين؟ من السرقة طبعا. سرقة ايه يالا؟ انت دايما مسحوب من لسانك كده؟ لا ده اصل الحالة الاقتصادية في البلد انتعشت قوي بالصلاة على النبي. ولا احنا ابويا جايب البرج ده كله من السرقة. اختش يا واد عصام. امال اعمل ايه بس؟ ما هو شقيل. يعني هي كل الناس جالها فلوس من جلود الدباغة؟ ابوك جابها من الجلود وغيره جابها من السرقة. هي فعلا الحالة الاقتصادية انتعشت. يعني انا ملاحظة ان عدد طلبة الجامعة اللي بيجوا بعربيات زاد خالص. ايوه وعدد الشحاتين زاد برضه. انا خايفة عليك من السهر كده اول يوم. ايوه ليك حق يا بنتي. قوم يا ابني عشان تستريح، وبكرة الصبح هنقعد سوا وتقولي ناوي تعمل ايه، وان شاء الله كل اللي انت عايزه يحصل. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. يلا يا ابني. يلا يا ابني. على مهلك. بسم الله. Thank you.
تعبانة، أنا ماليش حق صحيح. هسيبك تريح يومين ثلاثة عشان تعوض فيهم اللي انت شفته. آه معلم سلامة، ايه اللي مسهرك لغاية الوقت؟ هشام شكله مش عاجبني، كأنه شايل هموم الدنيا كلها فوق دماغه. الله يكون في عونه، الراجل راجع من الأسر والبهدلة. بس بيتكلم كلام غريب كده يا ده مبروك، قال ايه عازفها من الهواري؟ كان بيبصله ازاي؟ يعني هيبصله ازاي يعني؟ قصده يا ولد من الكلام ده؟ لا لا ده قصده كبير قوي يا معلم. الحقيقه هشام ده هو اللي في ولادك، انا ساعات بيتهيألي انه مش ابنك. هشام ده ما حدش شارب مني قده، ربنا يقدرني عشان اعوض كل الايام السودة اللي شافها دي. حبيبي سامعك اصحى اللي عملية. اصحى قوم سيب لي في دقيقة صحي معلم. قوي يعني عامل اللي فيها مزقف قوي. لا البركة فيك يا سرتر زمانك. سرتر سرتر خيرك. طب قول لي بالزمن انت بتقرا ايه في البتاع ده؟ والله بقرا اخبار العالم اللي بتاكل في بعضها. القيامة هتقوم خلاص يا جدعان. القيامة ايه؟ ما انا عارفك عامل لي زي امك. ورق طول عمرك عدو الثقافة والتطور. مين اللي قال كده بقى؟ طب ايه رايك بقى زمان ابويا كان يجيب لنا كل الجرانين ونقراها من الجلده للجلده. يا ابوك كان بيشتريها بالورقه ويعملها قراطيس يبيع فيها المستكه والحبهان. يا فتاح يا عليم يا مساء كريم. صباح الخير يا بابا. في ايه يا استاذ معصوم؟ صباح الفل. لا مؤاخذه انا جايلك في كلمتين كده. ايه؟ عايزين نعرف بس يعني العمليه في البيت هتمشي ازاي بعد الجوع. هشام انا مش فاهم قصدك ايه. لازم قصده اعاده تقسيم فلسطين. يا ابني اخوك راجع تعبان تعبان ومش عاوز ادوش دماغه بالمواضيع الفارغه دي. لا ما انا عارفه بقى، هو اللي هيوجع دماغنا هيقول لك بقى الاصول والواجب واللي صح واللي ما يصحش. وبصراحه انا مش ناوي اسيبه لغايه ما يبوظ مشاريعنا. انا متاكد ان هشام ملوش اي طلبات. ثم مشاريع ايه؟ ومش كل حاجه خلاص. لا خلاص منين؟ لا خلاص ولا حاجه. بصراحه كل واحد في البند لازم يعرف هو ليه ايه بالظبط. الله ولا انت عايز تورث ابوك من الحياه. أما خسيس صحيح أنا مش عارف العيال دي اتزرعت ليه. يا معلم ربنا يديك طول العمر، بس أصل هشام ده بأفكاره وهيوقف لنا المراكب السايرة. لا هشام مش زيك، هشام ما بياكلش إلا اللقمة اللي على قده. يابا يابا السوبر ماركت هيكسبك دهب. يا ابني ما أنت عندك الدكانة بتاعتك الباقي الجامع. ما أنت بس لو تلين دماغك شوية. لا إله إلا الله، الجامع لازم هيتبني. ايه بتبصيلي كده ليه؟ شكلك غريب قوي انت بتسوقي. تحب تسوق انت؟ معرفش. ايه رايك نروح نشرب حاجه في الميريديان؟ الميريديان؟ اه بس الحاجه هناك غاليه شويه. ما يهمكش انا هعزمك. لا معايا فلوس. ايس كريم سودا لو سمحت. اوكي. تشرب ايه يا نبيل؟ قهوة. قهوة أمريكاني ولا فرنساوي ولا نسكافيه؟ قهوة. تركي يا متر. أوكي. أصل في الحتة اللي زي دي لازم تحدد قهوة شكلها إيه عشان بيبقى عندهم 100 صنف قهوة. ها قلت إيه في كلامي؟ مش معقول يا فيفي. أولاً لو قبلت آجي أدير المشروع بتاع البوتيكات والمطعم والنادي الليلي اللي أخوكي عايز يعمله هيبقى شكلي طمعان فيكم. ثانياً لو المشروعات دي هيعملها عصام يبقى مفيش فايدة، لأن عصام في رأيي هيكون أول واحد يرفض جوازنا. بالعكس ده عصام قريب مني جدا وبيحبني وبيتمنى لي الخير. دي مسألة بتاعتي أنا وأنا اللي هحلها. أنا رأيي إني أقبل الوظيفة اللي جات لي، ودي برضه مش بطالة. لا طبعا بطالة. إيه يعني موظف في جمرك المطار؟ هتاخد كام أول التعيين؟ 40 جنيه؟ عندنا هتاخد ضعفهم. عندكم؟ قصدي يعني لو اشتغلت في مشروعات عصام. اسمعي يا فيفي،
انا لو غيرت سكتي ان انا مقتنع بيها هتعب. سيبيني على راحتي. تبقى مش بتحبيني؟ يا ريتك بتحبيني قد ما بحبك. طب بلاش نسبق الحوادث. اسمع، خلي والدك يجي يكلم بابا، هما طول عمرهم اصحاب، وبابا بمجرد ما هيقعد معاه هيوافق على طول. ده ابنك اتجنن بقى يا حاج مرسي. بقى معقول انا اجوز بنتي الوحيده لواحد على باب الله؟ جري يا معلم سلامه، ده انا ابني متخرج من الجامعه وبتفوق وقدامه بدل الوظيفه 10، ثم كمان يعني لا مؤاخذه انت عارف ان الولاد عاوزين بعض من زمان. من زمان وجبر، خلاص جبر. فوق يا معلم مرسي، شوف انت قاعد فين دلوقتي وبتكلم مين؟ بكلم المعلم سلامه طبعا. ولا مؤاخذه يعني انت اتغيرت؟ مش انا اللي اتغيرت، الظروف هي اللي اتغيرت. انت عارف يا حاج الكنبه اللي انت قاعد عليها دي ثمنها كام؟ ما هي ابنك اللي هيقبضها مضروبه في 20. انت عارف الحي اللي ساكنه فيه البنت اسمه ايه؟ طبعا حي المهندسين. مش المدابخ. انا الظاهر غلطت في العنوان. اكيد غلطت، وابقى خلي حد يستقرهولك. انا مش عارف الناس اتسرعت كده ليه. بقى معقول بابا يعمل مع الحاج مرسي كده؟ انا مش عارف هبص في وش نبيل ازاي بعد كده. رغم ان ابوكي ده تصرفاته كلها ما بتعجبنيش، وبحس انها تصرفات كفته، بس بصراحه دي احسن حاجه عملها في حياته. اخص عليك يا عصام. يا شيخه بلاش اقرف، نبيل ده ايه العالم الرمه دي؟ هتاخدي منهم ايه؟ انت دلوقتي في الهاي، احنا هاي لايف قوي. شوفي لك واحد على مستواك النهارده، شوفي لك واحد قبايه كده من بتوع الزمالك، عنده شقه 7 اوض تمليك على النيل، معاه عربيه ساندر بيرد، عربيه فولفول، حاجات كده. ازيك يا عصام؟ هشام حبيب قلبي ابو الكباتن هش منور. ازيك؟ اهلا اهلا. احسن حاجه عملتها انا جيت. اتفضل اتفضل. ازيك يا فيف؟ ازيك يا فيف؟ ازيك يا فيف؟ اهلا اهلا هشام، نورت. برافو عليك يا ناديه. ايوه كده، لازم تخليه يخرج ويشوف الدنيا. اخيرا قدرت اقنعه. الحقيقه انا كمان زهقت من قعده البيت. من هنا رايح مفيش قعده في البيت ولا ساعه واحده. مبروك عليك يا عصام التوفيق. احنا بس وانت كمان يا هشام، المحل بتاعنا كلنا. انا؟ لا انا ماليش في الحاجات دي، ما بفهمش فيها، ماليش في الاستهلاكيات دي. لا يا هشام سيبهولي انا، ليك عندي بقى مشروع يكسبك ده. قوم اما افرجك، قوم تعالى. اهي الفساتين الحريم الفل الحلوه قوي دي بنستوردها من الخارج، بس بقى بنستوردها بطريقتنا الخاصه، وبعدين بنبيعها ونكسب فيها على الاقل 120%. يا حصان ده مش كتير؟ كتير ايه يابا؟ طب اوريك حاجه. شايف قسم البرفانات ده؟ اهو ده فل فل، مكسبه مش اقل من 200%. وتقول لي كتير يابا؟ معقول يا حصان؟ ده حرام عليكم. حرام مين يابا؟ الله، هو احنا بنغصب الناس؟ احنا ما بنضربش حد على ايده. لا بس المفروض المكسب يبقى معقول عشان تدي فرصه للي فلوسه على قد. لا اللي فلوسه على قده ده بقى ما يلزمناش، احنا اصلنا ناس لينا البرستيج بتاعنا. كفايه ان البضاعه عليها اسمنا. يا سلام يا فيفي، ده انت بقيتي البركه في عصام، هو اللي علمني. الحقيقه عليه افكار هايله. تصور جات لنا دفعه شرابات حريمي من بره، اكتشفنا انها شرط. عارف عملنا ايه عشان نبيعها؟ ايه؟ قلنا اللي تشتري 6 جواز شرابات هنديها جوز مجانا فوقيهم. بس انت بالشكل ده بتخسر تمن الجوز المجان. ازاي بقى؟ ما احنا بنحسب الجوز المجانا دوت فوق 6 شرابات من الاول. اما انت عبيطه صحيح. ناديه مش عبيطه، ناديه بريئه زي الجمهور اللي بتضحكوا عليه. ما هو التاجر الشاطر بقى هو اللي يعرف يضحك على الجمهور ده ويستغل براءته. التاجر يا عصام لازم يبقى عنده ضمير. ضمير؟ اهلا ابو ضمير. الاستاذ هشام اهو ضمير. طب الحمد لله بقى ان احنا شغلنا مش عاجبك ومش عايز تشتغل فيه. ده احنا يا راجل لو سيبنا لك المحل يومين هتخرب بيتنا وتجيبنا ورا وتقفل ظرفه. الناس اتغيرت قوي يا نادي، حتى عصام وفيفي بيتكلموا بطريقه غريبه قوي. معقول الفلوس تعمل في الناس كده؟ مش هما بس اللي اتغيروا يا هشام،
في ناس كتيرة بتفكر بالطريقة دي. لا هم دول اللي حاربنا علشانهم. الألوف ماتوا علشان دول يعيشوا. ما تنساش إن الدنيا لسه فيها ناس طيبين. مصر لسه بخير. بس أنا بيصعب عليا الناس اللي ضحت وهي بتحارب. اللي كان هين عليها أرواحها علشان ما يدوش فرصة للعدو إنه يخطي خطوة واحدة. مش قادر أبدا أنسى نظرة الهواري ليا وهو بيموت. الله كفاية بقى يا حبيبي. الحرب خلصت وانتصرنا واحنا بخير والحمد لله. مش تخليك معايا بقى شوية؟ هو أنا مش وحشاك ولا إيه يا ودند؟ طبعا وحشاني. وحشاني قوي. مش أنا الأوان بقى ولا أنا عاشد ديني نفسين و مش عزي يا راجل ولا عزي كيف ليا مش نعلن جوازنا على الناس ولا حنفضل عاملين زي اللي عاملين عاملة وخايفين كده ومكسوفين منها مش مكسوفين ولا حاجة الكلام ده لو كنت أنا متجوزك عرفي كنت تقولي لما الراجل ده يموت مش حورسه أعوذ بالله من كلامك اللي زي الدبش يا راجل ربنا يديك طولة العمر هو احنا لسه تهنينا يبقى خلاص مش وقته وتصبري شوية ما هو اللي عايز افهمه هصبر لحد امتى انا عايز الناس تعرف علشان انا فرحانة بيك زمان كنت تقولي الحالة بانك ويادوب عايشين والولاد لو عرفوا هيتضايقوا علشان جايب لهم واحدة تشاركهم في رزق ابوهم دلوقتي مالي ومالك يغرقهم ذهب حجتك ايه بقى ماش حجة ولا حاجة بس هشام لسه راجع والواد شكله كده مش عاجبني انا خايف افاجئه بخبر زي كده ولا حاجة يمكن اتضايق اكتر في حاجة لا ابدا تعبان شوية هتسمح لي أشرب سيجارة؟ طبعا نفسيتي تعبانة قوي ليه بس يا حبيبي ايه اللي مضايقك اديك رجعت لي بالسلامة والحمد لله دي ايه اللي بتقولي ده عمري
بتعاملني كده ليه؟ انت عارف كويس ان انا عايزاك ومشتاقه لك، وانت كمان المفروض تكون مشتاق لي. مش عايزه افهم، مش قادره افهم انت بتهرب مني كده ليه؟ ده مش احساس واحد بيحب مراتك وغايب عنها السنين دي كلها. ناديه انا مالك يا هشام؟ لازم اعرف حصل ايه؟ في ايه؟ لسه صغيرة والمستقبل لسه قدامك. أنا ما عدتش أنفعك. Thank you.
ازاز الدواء دي كلها يا مدام؟ في الحقيقه بحتاج له باستمرار، مجرد استعمال شخصي يعني. بس دي كميه كبيره ومحتاجه اذن استيراد، انا ما اقدرش اسمح بدخولها ابدا. طب انا راجع لك حالا. ثواني. اتفضلي. خلي بالك من الشنطه دي، انا جاي حالا. اوكي. ايوه يا عصام. هو ده لا ما يمكنش تحلت. بلع السلامة. أستاذ نبيل. أهلا يا عصام. بلبل حبيب قلبي، ازيك يا بلبل؟ الله، انت اشتغلت هنا؟ خير ما فعلت. أهلا أنا. أهلا بيك، تعالي. الله، ده بلبل حبيبي، ده متربي معايا يوم بيوم، ابن الحاج موسي وابن حتتنا. ازيك يا بلبل؟ أهلا وسهلا. أنا آسف للي حصل، بس الحقيقة كمية الدواء كبيرة شوية. معلش يا عم بلبل، هنعمل إيه بقى؟ أصل إن أنا يا سيدي بتتكسف من حماك. حماية؟ أيوة يا سيدي، الدواء بتاع حماك أهو عايش عليه، هنعمله إيه بقى؟ ما بيقدرش يستغنى عنه أبداً. أصل ده الأستاذ نبيل خطيب فيفي أختي. مبروك عليكم يا سيدي، ربنا يتمم بخير. يعني حضرتك موافق؟ إلا موافق. هو احنا يا راجل هنلاقي احسن منك؟ طب ايه رايك بقى؟ انا اول ما هروح دلوقتي هقول لفيفي الف مبروك، وهقول لحماك كمان، خد بالك انت من حماك دي، هقوله ان انت اللي سهلت له دخول الدواء بتاعه. لا، الدواء ده لازم اندفع له جمرك على الاقل. ليه يا بلبل حبيبي؟ اصل الكميه كبيره شويه. كده؟ ماشي، وماله ندفع. جوز اختي حبيبي قمر. قمر. صباح الخير يا ستي. صباح النور يا ابني. انا الرائد هشام سلامة، زميل المرحوم عباس الهوالي. اهلا وسهلا، اتفضل يا ابني. اتفضل. لم ارزى يا ابني، البيت مش قد المقام. بالعكس يا ستي، ده انا ليا الشرف اني اجي هنا. اتفضل استريح عن اذنك. دي صورة بابا مع المرحومة ماما. أنا أحمد ابن المرحوم عباس الهواري. أهلا وسهلا يا أحمد. في الحقيقة هو في الأول كان بيعوضنا عن غيابها، لكن دلوقتي مفيش حد بيعوضنا عنهم هما الاتنين. والدك كان معايا يوم استشهد، عباس الهواري كان بطل وفدائي، ضحى بروحه علشان وهو راضي. مهما قلت يا أحمد مش هقدر أوصف شجاعته أبدا. هو كان موصيني اطمن عليكم، لكن للاسف انا ما خرجتش من المستشفى لما وقت قصير جدا. الف شكر يا فندم. طب اتفضل اتفضل استريح. حضرتك فيك الخير، ده ما بقاش حد بيسال على حد دلوقتي. مش لدرجاتي، كل واحد مشغول بمشاكله. ناس نسيت الحرب، نسيت اللي استشهدوا علشانهم، الدنيا اتغيرت. بس بالتأكيد لسه في ناس كويسين. ده أنا مديون لوالدك بحياتي، ربنا يقدرني على إني أرد الدين ده. زيارتك عندي بالدنيا كلها. أختي الكبيرة سعاد قاعدة معانا، وجوزها في البحرية بيبعت لها قرشين تساعدنا بيهم، وأنا بشتغل في مطبعة بعد الظهر.
الحمد لله فهمت الشغل كويس لدرجة انهم بيدوني مكافآت من وقت للتاني. بس ده ارهاق عليك يا احمد، ازاي بتوافق ما بين المطبعة والجامعة؟ انا بحب الاتنين وهكلها سنة واتخرج من الكلية وبعدين تدوخ على بال ما تلاقي شغلة كويسة. لا انا مش هسيب المطبعة ولا هم هيسيبوني. احمد نفسي اعمل حاجة تسعدك، لازم تتصل بيا دايما، وانا لو سمحتي لي ابقى ازورك من وقت للتاني. ده شرف كبير قوي يا فندم. اهلا. يا عيني يا عيني على الولد يا عيني، والقوية والقوية هتاكل من رمش عينه حتة. انت عايز مني ايه؟ انتش عارف عايز منك ايه يا جميل، وديني صاروخ موجه يفرتك اي محاولة تضامن سلم بين الامم. ويطلع ايه التضامن ده كمان؟ تضامن يعني ارتباط، يعني تعبيط، يعني كل واحد يعبط في التاني كده. لا 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 اوعى ايدك دي، بقول لك اوعى. لا اوعى ايد. يا لهوي. ايه ايه؟ احنا كنا بنعمل تعايش سلمي بين شقق العمار، انا زعلان منك، ما تيجي نعمل تعايش سلمي جوه. ايه في ايه؟ بقى انت قاعده هنا وانا داخل عليك في كل حته. السلام عليكم الاول. اهلا يا عصام. يلا قوم يا بت، قوم يا بت. بوس اخوكي بوسه جامده قوي، واللي متشكره يا بيه. متشكره؟ متشكره على ايه؟ مبروك عليكي الواد خطيبك. مش فاهمه. مش فاهمه ده ايه؟ قابلته امبارح في المطار، مش تقولي لي اكتشفت ان واد فل جدع جدع قوي 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 قوي، سلمت عليه وبوسته وقلت له مبروك عليك البنت اختي. معقول؟ معقول يا عصام؟ انت شخصيه موافق؟ ومش معقول ليه؟ الرجوع الى الحق فضيله، وانا من ابرز فضائلي الرجوع الى الحق. وهو طلع جدع ازاي معاك بقى في الجمرك؟ اوبا يا حياتي عليه، ده طلع جدع واجدع جدع كمان. ازاي يعني يا عصام؟ خرج لك بضائع مهربه مثلا؟ الله جراس يا هشام. هشام طب يلا بقى نروح لبابا نكلمه عشان يوافق. يلا. معقول الذوق ده يا مشيره؟ دي حاجات بلدي خالص، مش ممكن طبعا تتباع في بوتيك محترم. وانت عارفه يا ستي ليا ذوق معين، وزبايني بيوصوني على حاجات مخصوصه. ها وانت يا سعاد وريني كده. ايش 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 اهو ده حلو ده. لا ذوقك تصلح يا بنت. وانت هاي. هاي اهلا اهلا يا حياتي. منجايه حلوه. الله 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 يا عمري. مزايا لطيفه. مين الخيارة؟ بقول ايه؟ ده تخش على جوه هحصلك حالة. اه طيب. بعدين بقى. خد يا عصام، عندك في الشنطة دي، اتفرج عليها على بال ما افطر. ماشي. شرشوحة من حارة فتوح بحي المدابغ، وكاتب لها دورين دورين تمن شقق. تمن شقق ليه؟ السفيرة عزيزة انا عارف له. لا وكمان كتب لاسم الله عليه سي هشام دور بحاله اربع شقق،
وبعدين مش عايز الدين انا ولا مليم جلده معايا جلده قوي، مصر على حكايه الجامع. اقول له سوبر ماركت مفيش، طب فلوس اعمل الديسكو اللي قلت لك عليه مفيش، مع ان المشاريع دي هتكسبه ذهب. ابوك ده باين له قضيه، هو لسه في الرمق؟ الله 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 الله، ايه في الرمق دي؟ انت ناويه تسمع الراجل انت اخرى ولا ايه؟ تجنن يا عسل، انا عايز اعرف انت طالع له ولا ايه؟ طالع له؟ لا انت صادقه، ده هو اللي نازل لي. ده انا يا دوب اقدر الحق خطوبه فيفي. يا راجل لسه بدري، ما تقعد شويه. زمان الولاد دلوقتي قلبين الدنيا عليا. ايوه لو كان حد حاسس كان مبروك جالك. بقول لك ايه؟ اموري. ما تيجي ننتهز الفرصه وتريحني وتعلن جوازنا لاولادك. ما احنا حلوين كده، هو يعني لازم العكنانه والنكد؟ بقى لما اولادك يعرفوا تبقى عكنانه ونكد. الله يسامحك. طب يا سلامه اما اشوف اخرتها معاك ايه. سلامه انا جايه معاك ورجلي على رجلك. ايوه بس ده فرح وزيطه وناس كتير، هاخدك معايا ازاي؟ هو انا غريبه يعني؟ ما انتوا عازمين الجيران وجيران الجيران، ولا انا ما اجيش واحده منهم، ولا انت خايف من عيالك؟ خايف؟ خايف ده ايه؟ البسي محصليني على تحت. بس بقول لك ايه؟ تلمي نفسك، مش عايز فضايح خصوصا قدام الواد هشام. حلاوه حلاوه. انا مبروك. كل الطيور اتنين اتنين وانا اللي مش لاقي طيرتي. ممل قوي مبروك. اتفضل. انا مش فاهم لازمتها ايه الهيصه والمصاريف دي كلها. ايه انت كنت عايزني اتخطب كده سكتي؟ ثم انت زعلان ليه؟ ما انت دفعت حاجه؟ لو يعني عشان الواحد ما دفعش مو بالغ كده؟ دي مصاريف الحفله، اتجوز ثلاث بنات. ثلاث بنات من حاره فتوح. اخيرا لقيت طيرتي. بقول لك يا جمال، اهي فرصه، اهي فرح ونتجوز بقى، ونستغل ما عندك من جمال وما عندي من ثقافه ومعرفه، ونخلف جيد يقاوم العناصر الدخيله على مجتمعنا. وده عشان ايه يا دلعت؟ طبعا ما انتش فاهمه حاجه من الكلام الكبير ده. الجيل ده هيكون له القدره على مقاومه الحقد والكراهيه ونشر الحب بين الناس. ربنا يسمع منك والعيال بقى تطلع في حلاوتي وطعمتي. طبعا امال ايه. الله. بس ربنا يسر يا جمالات. ايه؟ ما ياخدوش مني وحشتي ولا ياخدوا منك عبطك. لا مفيش. انا مسا الخير يا حاج ابراهيم. على فين؟ يا وليه تهدي بالله، انا رايح اسلم على الناس. رجلي على رجلك. مش ممكن اسيبك في وسط الناس دي كلها. بس اهدي بالله وسيبيني اروح اكلم هشام كلمتين. ارجوك يا ابوس رجلك. ما يفرح بيك يا ابا. نفرح بيها كده ان شاء الله. يا والدي يا والدي. افرح ابا الله يخليك. تصبح على خير ابويا يا عفريت. وانت كده ان شاء الله لو جيت تخلفوا لنا اولاد امتى؟ ها؟ ده هيظهر بنت فيفي راح تسبقكم. ما تشطري يا نادي يا بنت. انا عايز ابقى جد. الله. مالك يا هشام يا ابني؟ اديت ليه لما قلت الخلف والولاد؟ ولا حاجه. لا ولا حاجه ازاي؟ باين عليك متضايق. قول لي لو مراتك هي اللي ما بتخلفش
من حقك انك تتجوز. اه ما الشرع بيقول كده؟ الله مش ما قلتليش عيشتك دي كلها من غير ولاد. مين الولاد عزوه يا هشام يا ابني؟ طيب طيب طيب. يا ويا اقعدي لك على كرسي خليني اعرف اسلم الناس. طيب يا سلام هقعد. اقعد يا ست دولت ما يصحش كده، ما تسيب المعلم يحل ظروفه، انت عايزه منه ايه؟ يا فندم تجنن يا عسل. وحياة النبي هي وصلة غنى ولا ايه؟ غنى ورقص واخر منجاها كمان. بتعرف ترقص؟ اه ارقص على واحدة ونص واغني على واحدة بس زي القمر. وحبي ورجلي
وابني وابويا. انا ما اقدرش استغنى عنك يا ابني، انت كل حاجه عندي. هشام حبنا اكبر واقوى من كل حاجه ومن اي حاجه. حمام العافية يا سي سلامة. الله يعافيك. مين اللي بيخبط ده؟ روح شوفي مين الطور اللي على الباب. معلم فيها ايه؟ يوم فين المعلم؟ في ايه يا منيل على عينك انت؟ معايا حاجة مبروك. الحق يا معلم، ابنك عصام. مالي يا جاب شوية رجالة معلم واحتلوا الجامع. تمام زي العساكر الانجليز ما احتلوا الازهر في ثوره 19. يا نهار ابو اسود. بيقول عليا الطلاق لان قلبه سوبر ماركت، وانا رايي بقى تسيبه يطلق. هو على كل حال لسه ما اتجوزش. يا ساتر، هي الناس انصهرت كده ليه؟ روح يا مبروك فوت عليها هشام على ملبس. هاي الجيش نازل يا جدعان. يلا ام شويه عايز شغلك. يلا بس يا واد الدهوة. بس انا عايز تهدي جامع. اكس اكس عليك يا عصام. عصام لم الرجاله بتوعك من هنا وبلاش فضايح. ايه ده؟ مالكش انت دعوه بالموضوع ده ابو كباتن، ده موضوع ما يخصكش، ده بيني وبين والدك المعلم. انت بتنسى حاجة؟ لا لا يا ولادي لا، يحرم عليك البور كله لو حد فيكم لمس التاني. لا 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 انا اسف. لا يا ابني ما كانش قصدي. معلش يا ابني. تعال معايا، تعال على اخصى عليك يا عصام. عايز تهد جامع؟ يا ساتر على الكفر، الرب سامحه. ده الدنيا غراه والسكينه سرقاه. الو يا فيفي ازيك؟ اهلا نانا. يا ساتر يا رب، اخوك ده متعب بشكل. وايه ده؟ ادويه بيطلبها. قال ايه يا ستي؟ اغلى من الجواهر والذهب. طب اتفضلي. على فكره ده سايب لك معايا ظرف وبيقول لك الباقي لما يشوفك. امال هو فين؟ اتخانق مع بابا وهشام ومحدش عارف راح فين. ليه خير؟ ايه اللي حصل؟ كان عايز يعمل مشروع وبابا رفض. هو عصام كده مخه كله مشروعات ولا عندوش حتى وقت للعواطف. ايه مصيره يظهر. على العموم انا مسافر يوم الخميس، قولي له اني لازم اشوفه قبل كده ما تنسيش. ها هو اخوك يا عصام ما رجعش؟ لا لسه يا بابا. احسن. اهلا. مش طريق شبرا برضو؟ سكتك من ايه؟ سكتي هي سكتي. تبقى ترك. عايز اشتكي لك عصام يا معلم. اصله مدوخني. مدوخك ازاي؟ ويكون معدك بحاجه كده ولا كده؟ وعلى العموم انا احب افهمك انه شحات ومش مستعد للجواز ابدا. لا جواز ايه؟ قصدي مدوخني في الفلوس. ليه عنده 700 جنيه مش عارف اخدهم منه؟ يا ساتر، الواد مش مهني الميت على كفنه. هو فيه راجل يسرع حرمه. تجنن يا عسل، دمك خفيف وكلامك سكر، مش معقول تكون مخلف عصام. لا ده هو اللي مخلفني يا مدام. ولا انسى؟ لا انا مش متجوزه. انت ما تعرفش اني بشتغل مضيف طيران. وايه بقى لازمتها الشحططه والسفر ليل نهار؟
السفر 7 فوائد، يوم في لندن ويوم في باريس ويوم في جنيف. ده بعيدي 3، والاربعه اللي فاضلين فين؟ هما بس 4 يا معلم، ده العالم كله بيبقى بين ايديك. انت ما سافرتش ابدا؟ اصل انا لو رحت كده ولا كده هرجع الاقي البرج اتطربق على اللي فيه. يا ساتر يا رب، ليه كده يا معلم؟ طمع الدنيا، كل واحد من عيالي واخد حته في البرج وبرضه عمال ينخور عشان يعمل له مستوطنات على راي الواد مبروك. ايدك يا معلم. لا 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 يا معلم. ايه؟ معقوله كده؟ البارفوم اللي انت حاطه ده ما يليقش بيك ابدا. تسمح لي بقى، انت مش مهتم بنفسك ابدا مع انك راجل اعمال مشهور. ما هو انا مش لاقي حد يهتم بيا، عايش ولا مؤاخذه مع بار. على العموم انت من النهارده هتبقى لعبتي. المعلم سلامه على سن ورمح، هيبقى لعبه الست زي بعض موفين. بس عشان اعرف العب يلا بقى منيل الزمبلك. تجنن يا عم. انت اللي تجنن حبيبي. ايه الريحه اللي انت حطاها يا وليه؟ اشتري ريحه غاليه، حاجه كويسه كده تفتح النفس. لا حقيقي اتغيرت يا سلام يا راجل، ده انت كنت بتنام في وسط ريحه الجلد المنتن ولا كنتش بتشتكي، ودلوقتي مش عاجبك العجب. سبحان الله، حقيقي الرجاله مالهمش امان. بطلي القرش على القرش، ما تبقيش ميت على الدنيا، ده انت لو وراكي عيل تصرفي عليه ولا تيل. اخسى عليك يا معلم، بتعيرني؟ فاكرني كبرت ولا ايه؟ ما هو انت اللي ما كنتش عايز عشان ولادك، لكن لو ليك مزاج اجيب لك بدل العيل 10. لا 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 لا، كفاية البلاوي اللي عندي، كفاية. عصام طفشان، هشام زعلان، والبنت اللي حيلتي اتخطبت مش على المزاج، ولا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. نسيت احط لك السكر. معلش انا هحط السكر. اتفضل. انا كنت عاوز اخد رايك يا معلم في موضوع كده. وانا موافق بقى من غير ما اعرف. انت دايما مفكر صح، الواحد ما يخافش عليك ابدا يا حسابي. الله يكرمك يا بابا. انا اصلي بفكر ابيع الدور اللي حضرتك مصره تديهولي وافتح مشروع بسيط كده، بس لازم اخد موافقه حضرتك الاول. ها، بوتيك ولا سوبر ماركت؟ انا اقدر انفعك قوي يا هشام، بقى عندي خبره هايله. لا لا، مش من الحاجات دي يا فيفي. لا انا ناوي يا فيفي افتح مطبعه. مطبعه؟ ايوه. المشروع ده يا بابا القصد منه ان احنا ندي فرصه للمؤلفين الشبان ونبيع الكتاب بسعر معقول، بس على يوم مش هنخسر، هنكسب ان شاء الله. ان شاء الله تكسب يا ابني، ربنا معاك. طلعت ايه؟ كوكايين من غير شك. الله. تجنن يا عسل. بس معموله بطريقه ذكيه، مش ممكن حد يكشفها. انا كنت شاكه من زمان، بس ما كنتش عارفه اتاكد ازاي. اظن دلوقتي نقدر نتعاون مع بعض. انا اللي غيظني اني كنت بدي العصام كل الكميه ويديني ملاليم ويكسب هو الوفات. محدش في الزمان ده الواحد ممكن يثق فيه. مش كل الناس يا مدام نانا، احنا لما نتعاون مع بعض هتحس بالفرق. تجنن يا عسل. وسيبك من عصام، ده محدث وغشيم، ان كنت بتكسبي منه قرش هتكسبي مني 10. ماشي الكلام. سلام. طب يا عصام الكلب، عامل لي فتح حضرتك. اهلا اهلا يا معلم. اهلا بيك يا اميره. اتفضل. شكرا. بسم الله. اهلا.
حط يا واد اللي في ايدك، مالك واقف تتسمر كده ليه؟ ما بقى ما انا لازم اتسمر يا معلم. دي ايه المفاجأة اللطيفة دي يا معلم؟ أنا قلت أجي أشوفك وأعمل الواجب. وده إيه ده؟ ده مبروك. لا قصدي اللي شايله مبروك. ما هو ده الواجب. تجنن يا عسل. أنت اللي عسل. طب اتفضلوا، ثانية واحدة. على مهلك. على مهلك قوي. الله، إيه الحكاية؟ إحنا جايين هنا ليه؟ يا سلام. ها؟ ما اسمع بقى يا معلم. في إيه يا؟ أنا بقى مش ورطاس. الست ده ولاد؟ في إيه يا؟ الست ده ولاد مننا وعلينا، لكن دي بقى تطلع إيه؟ بطل هبل يا، ست واحدة نية وأنا بس بطل عليها كده من حين لحين. يا حيني يا حيني. لا مؤاخذة يا جماعة، أصل ما عنديش شغالين، ممكن نشرب حاجة ساقعة؟ وماله؟ هو بس عيبها أول ما هتمسكيها هتسخن. تجنن يا عسل. أنا عايز أفهم بقى إيه الحكاية؟ أوعى تقول لي اللقاء عمل، ولعلمك بقى ما تحاولش تزحلقني، لإني مش نازل من هنا إلا ورجلي على رجلك. أنا مش عارف إزاي نستحمل رسالتك دي، مش عارف. جاتك داية؟ تجنن يا عسل. ما قلتليش يا معلم. عيونك معلم. عجبتك الشقة؟ الشقة وصاحبة الشقة، عنك أنت، عنك. تفضل. تفضل. تعرف يا معلم؟ أيوة المعلم. ما تقعد يا اسمك ايه؟ هاخد الكاس بس. انا كل ما اسافر اوروبا أيوة. الاقي حاجه اوريجينال اشتريها لما فرش الشقه كلها من بره. لا ولسه ده انا عندي حاجات كتير قوي بس كلها مقفله، اما ربنا يسهل وانقل على شقه اوسع. الاوسع عندي في البرج. في البرج بتاعك؟ البرج كله تحت امرك. هو انت لسه عندك شقه فاضيه يا معلم؟ ابني لك دور مخصوص. مفيش حاجه تجد عليكي ابدا. ده انا احطك فوق راسي وفي عينيا بس لو توافقي. توافق عليها يا معلم. انت تخلص خالص. المليلين بتاعته ما عادتش تنفعني.
خلي سي هشام ينفعه بقى. على العموم انا احذرك وبقول لك ان البرج في خطر. يعني ايه بقى يا حبيبي؟ انا مش فاهم. في عناصر اجنبيه بتلعب على تين جايز تسيطر على الموقف وتلهى في البرج وتطلعوا انتم المولد بلا حمص. حبيبي انا حذرتك وانت حر. واقف قدامي كده واتكلم عادي بتقول ايه؟ انا ما اقدرش اتكلم مع واحد ضايع في غيبوبه بالشكل ده. لما تفوق لازم ترجع ويا تلحق يا ما تلحقش. على العموم انا اتكلمت معاه وقلت له مباحثاتي هتكون معاه مثمره وبناءه بس مشوبه بالحظر. السلام عليكم. فين يا مبروك؟ ها؟ بطل استهبال، انت سامعني كويس. بابا فين؟ هيكون فين يعني في ساعة زي دي؟ نايم في اوضته طبعا. ليه؟ حصل حاجة؟ بقى لسه نايم يا مبروك، طب أنا عايز أعرف بقى هو كان بايت فين؟ الله أعلم، وأنا مش عرفني. ما تعرفش؟ بقى مش عارف إنه كان بايت عند بسلامتها؟ الست دولت؟ استغفر الله العظيم يا رب. ان بعد الظن اسف لا اله الا ثم ان المعلم بتاع ربنا وما يعرفش الحاجات دي. لا اله الا الله. صدق يا ولد مبروك. لا يا شيخ، لما انا لسه شايفاه نازل من عندها دلوقتي. تقدر تقولي بابا كان بيعمل ايه الصبح بدري كده عند الهانم المحترمه؟ انا من زمان وانا حاسه ان في حاجه غير طبيعيه بتحصل. استغفر الله العظيم يا رب. حاجه زي ايه يعني؟ مفيش اكتر من مفاوضات وتبادل راي. هو المعلم يقدر على اكتر من كده؟ نعم يا سيدي، ما انا مش هعتقد غير لما اعرف ايه كانت الوليه دي. ازاي ابونا يعرفها طول المده دي واستغفرنا كلنا؟ وبعدين يا عصام سيبه خليه يتكلم. انا مالي انا؟ ما انتوا عارفين ان ابوكوا راجل ابن جنيه. ايه؟ انا قصدي ابن كويسه يعني. ما حدش يعرف قراره فين. يا سلام، يعني انت ما تعرفش حاجه ابدا؟ حتى لو كنت عارف انا راجل ليا حكمه وماشي عليها. حكمه ايه يا حكيم الزمان؟ حكمه القرود. لا اسمع ولا ارى ولا اتكلم. لا اسمع وارى ولا اتكلم. انت هتهرج ولا وبعدين يا عصام تعال اقعد علشان نتفاهم بالعقل. مبروك روح انت اعمل لنا شاي. ها يلا بسرعه. لازم نشوف حل في المشكله دي. دي ممكن توسع وتهددنا كلنا. انا رايي يا جماعه اذا كان ابونا مرتبط بالست دي عاطفيا فلازم يتجوزها. يا سلام يا سيدي، عاطفيا ده يتجوزها ايه؟ فوق وعيش معانا بقى. يا عصام احنا ما نقدرش نفرض وصايه على ابونا. راجل طول عمره عايش لينا، ما قصرش في حق حد ابدا، ازاي نحرمه من السعاده؟ بس انا رايي انه يتجوزها لان الوضع لا يمكن يستمر بالشكل ده. انا رايي ان بابا حر واذا كان عاوز يتجوزها فايه المانع؟ طب والنبي اسكت انت وتلاقي تلاقي خالص، خليكي في مصيبتك. ما هي ست مش قادره تنسى حاره فتوح. وعايزنا ننساها ليه يا عصام؟ ونفتكرها ليه يا حبيبي؟ السنين اللي فاتت دي لازم نمسحها باستيكا. قال سلامه دلوقتي من اغنياء البلد، يعني لما يجوا يناسبوه لازم يناسبوا ناس شيك على مود يعني. بس ما تنساش ان البني ادمين غير الفساتين اللي حضرتك بتتاجر فيها. لا بقى زيها بالظبط. بقى ده كلام يا عصام؟ ايوه هو ده الكلام. وزي الناس ما بتضحك على واحده ست لابسه فستان سواريه طالعه بيه رحله ولا رايحه حفله بالليل لابسه فستان رحلات، فالناس هتضحك على ابونا المعلم سلامه المليونير الوجيه لما يتجوز واحدة زي دولة من حي المدابغ. حي المدابغ هو أصلنا يا سي عصام، واللي ينسى أصله بقى زي عمارة من غير أساس، لازم تقع. الله، أنت هتتفلسف زي مبروك ولا إيه؟ بقول لك يا حبيبي، أنا شخصياً مش معارض جواز أبويا، لكن لو عايز يتجوز وشايف إنه في السن ده صحته يعني تسمح له إنه يدور على واحدة ست، يشوف له واحدة ست تليق بمقامه. دولة أحسن واحدة تليق بمقامه، على الأقل من حتتنا وعارفة أصله. يا اخرتها برضو الناس تلسن علينا ويقولوا عايشين في الحرام. شوف بقى احنا لازم نتجوز قدام الناس ويدك يحضروا العقد ويعرفوا ان ده اولاد. جواز ايه وعادي؟ وانا هتجوزك 100 مره يا وليه؟ ما قلت لك ما ينفعش. اهو انت كده اما تحب تستهبل ما حدش يغلبك ابدا.
بالعكس انا عايز اريح. بس يحصل ازاي بنت الناس وانا متجوزك فعلا؟ يا سلام، نفك العقد القديم نكتب عقد جديد قدام الناس. يعني نتطلق؟ ايوه نتطلق ونتجوز تاني. يعني لو عملت كده هتتهدي وتبطلي زن؟ ايوه اخويا هتهدي وبطل زن. بس يلا بسيطة، روحي وانت طالق. طب وهنتجوز تاني امتى يا معلم؟ هتجوزك دلوقتي، دلوقتي حالا. بس انا بقول يعني يا حاج. ما تقوليش ولا حاجة، انا خدامك وتحت امرك، واللي هتشوري بيه هنفذه. انا ليا شرط واحد. قولي. احنا عشان الظروف يعني نكتب بسرعة ولا نعملش فرح ولا حاجة، ونطير على اوروبا نقضي شهر العسل، واما نرجع بقى نعمل حفلة وزفة واللازمين. وانا موافق ومبروك علينا. لا من هنا بس يا حاج. الله، هو انا انصرحت كده ليه؟ ما تيجي نتجوز احنا كمان يا نبيل ونقضي معاهم شهر العسل في اوروبا، دي هتبقى رحلة تجنن. انا مش قادر اصدق بقى، معقولة والدك يتجوز وانتوا ازاي توافقوا بالبساطة دي؟ وما نوافقش ليه؟ راجل معاه فلوس وعجبته واحدة وعايز يتجوزها، فيها ايه؟ هتقول لي يعني فرق السن؟ الفلوس يا نبيل بتخلي الناس شباب على طول. طب والست دولة رأيها ايه؟ هاي نبيل قلت ايه؟ دي هتبقى رحلة تجنن، 7 بلاد في 25 يوم. يا فيفي انت عارفة اني معيش مصاريف الرحلة دي، وطبعا ما اقدرش استلف مبلغ كبير بالشكل ده. ايه كل حاجة ما معكش وما اقدرش، ما قلتلك تتفاهم مع عصام، ما هو بيتعامل مع زمايلك وبيكسبهم ده. عامل عفيف على ايه؟ انا اسفة يا نبيل، بس انت في الحقيقة دايما بتبوظ احلامي. يا خسارة، احلامنا زمان كانت غير كده، كانت حلوة وبسيطة. اللي بتقوليه ده مش احلام، ده شيء مخيف. انا ساعات كتير بسأل نفسي ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ ما بقيتش فيفي، فيفي اللي كانت امنيتي اني اساعدها واتجوزها. ايه عملت ايه؟ مش في الشقة، يظهر خرجوا من الصبح وهو والست نادي. انا مش فاهم يا هشام، بيختص روح فين اليومين دول؟ وايه الورق اللي معاك؟ دي استقالة مسببة مني، او تقدر تعتبرها تنحي. اخص عليك، اخص عليك يا مبروك، وانا اللي بعتبرك اخويا الصغير، تسيبني اليومين دول وانا محتاج لك قوي؟ في ايه؟ اقعد اقعد واحكي لي، ايه اللي مزعلك يا عم؟ الظروف اللي انت عايش فيها يا معلم هي دي اللي مزعلاني. بصراحة بقى أنا شايف إن في تسيب فظيع في البرج. كل واحد بيعمل اللي على مزاجه. مفيش أخلاق. عصام مش عاجبه الحال وبيغضب وبيهرب. وهشام هو آخر بيختص. فيفي بتتجوز مش على كيف أبوها. وأبوها بيتجوز مش على كيفي. بقى دي اخرتها يا مبروك الكلب. شفت؟ شفت الالفاظ؟ مش بقول لك مفيش اخلاق؟ انا بصراحه مش منسجم باللعبه دي، عشان كده لازم اتنحى واخلع قبل الدنيا ما تتربط. فعل الله ولا فعلك يا اخي. انا خلاص قررت اسيب البرج في ايد الغالي، هكتبه كله باسم هشام. اهو ده بقى اللي محدش يخاف من رابط. هشام نزيه ونضيف، بس الغلال مش هتسيبه. أنا بقول لك يا معلم بلاش السفرية دي، لأحسن هترجع تلاقي عليها وطيها. عرفت بقى مبروك، ده أنا كنت محتاجك ومعتمد عليك أنت اللي هتحافظ على الأم وأنا مسافر. بابا نبيل عايز يزورنا النهاردة وبيسأل يا ترى هتكون فاضي إمتى. أنا مش فاضي ولا عايز أقابل حد. خليه يجي. ألو، بيقول لك تشرف في أي وقت يا نبيل، وأنا مستنيك. تقدر تقول مبروك، انا خلاص اخدت مطبعه في دار السلام وان شاء الله هستلمها بعد كام يوم. يا سلام يا كابتن، ده مشروع عظيم، ربنا يوفقك. الحقيقه يا احمد دي فكرتك انت، انت صاحب الفضل فيها.
من يوم ما كلمت هشام على موضوع المطبعة اللي انت بتشتغل فيها والمشروع ده بيفكر فيه قد ايه؟ المطبعة دي يا احمد هتبقى شركة بيني وبينك. انا؟ اي انت بمجهودك وانا برأس المال، ايه رأيك؟ معقولة يا كابتن؟ ده حلم اكتر من ان انا احلم بيه. طب تقوم بينا بقى دلوقتي تتفرج على المطبعة ومن بكرة ان شاء الله تختار العمال. يلا بينا. يلا اتفضل. انا مش عارفة اقول لك ايه يا ابني. ما تقوليش حاجة غير انك انت تدعي لنا بالتوفيق. ربنا يقدرني على رد جمايلك. دي مش جمايل، ده اقل واجب. يلا بينا يا احمد. لا انتوا مش هترجعوا هنا تاني نتغدى سوا؟ ده انا عاملة لك فتة كوارع، انما ايه؟ هتاخد صوابعك وراها. بالتوب؟ طبعا. انا اموت في فتة الكوارع بالتوب. يلا يا احمد يلا. طب سيبوني انا مع ماما لحد لما ترجعوا. اساعدك. طيب ماشي. اهلا بيك يا بنتي. اهلا اهلا بيك. أظن يا معلم سلامة أنت لسه فاكر يوم ما جيت أخطب بنتك فيفي لابني نبيل، وإيه لزوم تأليب المواجع بقى دي دلوقتي؟ أستغفر الله العظيم، لا تأديب مواجع ولا حاجة، بس يعني لا مؤاخذة أنا حبيت أفكرك لو تكون نسيت ولا حاجة، أصلك يوميها يعني بستفتني قوي بكلامك المتنقي. جرايه يا مرسي، أنت جاي تديني درس بعد ما رضيت بابنك وكحيتي؟ لا ابدا، لا درس ولا حاجه، بس جه الوقت اللي هرد لك فيه كلامك واقول لك ان احنا متاسفين. عايز تقول ايه يا مرسي؟ القول المره دي مش قولي انا، ده قول نبيل ابني. انا اسف يا فيفي. تصدق بالله انا كنت مستقصر بنتي فيك، ارضي لي بالهم والهم مش راضي. ليه عملت كده يا نبيل؟ احنا ما بقيناش ننفع لبعض يا فيفي. ما طول عمرنا حاسين اننا ننفع بعض، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه طلع في وسطينا جدار كبير اسمه برج المدابر، ما بقاش مخلينا نشوف بعض كويس، علشان كده بصراحه انا مش قادر استمر، وقلت لمصلحتنا احنا الاتنين نسيب بعض دلوقتي بدل ما نسيب بعض واحنا متجوزين. بركه يا جامع اللي جت منكم، اتفضلوا بقى من غير ما تروح. اتفضلوا مع الف سلامه. ما تتضايقيش يا بنتي، ما تتضايقيش، انا بكره هجوزك سيد سيدو. روحي سراحي، هم مين دول اللي جابهم عندنا؟ روحي سراحي سراحي. ايوه كده، الواحد دلوقتي يسافر وهو تمام التمام. هتعمل بالفلوس دي كلها ايه؟ ما انت بتشتغل وبتكسب كتير ومش محتاج.
بكسب الحمد لله مش محتاج. بس ده من ربنا، بس ده مش معناه ان انا ابقى كوريا واسيب نصيبي لواحد زيك. اسمع يا عصام. ايه؟ انا سبب ومنعتك انك تمد ايدك على املاك ابونا وهو موجود. لو حاولت تمد ايدك عليها في غيابه انا هكسرها لك. انت بتزعلي؟ انت عايز تعمل راجل قدام مراتك؟ عصام، هشام يمكن ما يقدرش يطردك من بيته، لكن انا اقدر. لو سمحت انا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني، وتفضل اطلع بره. نعم؟ بره. اتفضل بره. ليه كده يا عصام؟ ليه؟ احنا لازم نمشي من هنا يا نادي. انا خلاص ما بقتش حاسس بالامان وانا عايش وسط الناس دول. ما بقتش حاسس انهم اهلي. افتكر الحاج لما يرجع بالسلامه ويشوف الجامع الشرطه هينبسط جدا. البركه فيك وفي رجالتك يا باشمهندس. والله الواحد اهو الحمد لله كلنا بنخدم لله. السلام عليكم. مع الف سلامه يا باشمهندس. مع السلامه. على فكرة المعلم بعت يقول انه راجع البرج بعد بكرة وعايز اجراءات امن مشددة. ليه يا مبروك؟ هي حرب؟ طبعا حرب، حرب بين القوتين العظمتين. قوتين عظمتين؟ الله، ما انت عارف الست دولة مستحلفة لهم، والعروسة الجديدة عايزة تخش البرج بزفة، ده هيبقى الدم للركب. ربنا يستر ويعدي اليوم ده على خير يا مبروك. الأرواح
خلاص يلا حبيبي قوم قوم خدي حمامك انت وكل حاجه هتتصرف تمام. بس بقى خلاص بس خلاص. يخرب عقلك يا دولت، جبت العفه دي كلها منين؟ طبعا انا كان المفروض اكون موجود امبارح في شرف استقبالك. ها؟ لا معلش، ما هم برضو قاموا بالواجب سبقونا خلاص. الف مبروك. ودلوقتي عايز ايه ان شاء الله؟ لا العمليه دي بطلتها خلاص، على العموم نتفاهم بعدين. لا انت قول امتى وفين. انت طبعا عارفه ان انا راجل مش بتاع حب وعواطف وغرام، بناء عليه جوازك من ابويا ده ما يهزليش شعره، بس انا ما احبش بقى حد يقرطصني. اذا كنت فاكره انك ممكن تاكلي البرج بحاله فده بعيد عن عيونك، هقف لك فيه زي العمل الراضي. تجنن يا عسل. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى ان انا اكتشفت ان رحله اوروبا دي ما كانتش فسحه وبس، لا ده كان شغل، وكان شغل كبير قوي. بأمرت انك بعتي طرد ادويه باسمك، والتجار دلوقتي بيطردوكي، علشان كده يا بنت الناس الصفقه الجايه هتتقسم مناصفه بيني وبينك. ايه رايك بقى في الحلاوه دي؟ ما تقوليها. تجنن يا عسل. نعم يا اخويا، ايه اللي جايبك دلوقتي؟ يا دولة اسمعيني. لا بيتي ما يخشوهوش زي الحرامية، روح للدلعات مراتك لحسن تبهدلك. بس دي كمية كبيرة قوي من الأدوية. يا سيدي ما انا ياما جبت نفس الكمية ودخلت بيها. أنا آسف يا مدام، إذا كان ده حصل قبل كده يبقى غلط. طب ممكن تمدهلي زميلك الأستاذ نبيل مرسي؟ هو عارف الأدوية دي رايحة فين؟ حضرتك تعرفيه؟ اه طبعا قريب. الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك. خير، ايه المشكلة؟ في الحقيقة أنا عاوز أقدم، بس أنت شايف الكمية؟ أصل حماية سابقا يا سيدي، عايش على الدواء ده. طب بعد إذنك نفتح علبة ونحلل محتوياتها. تحلل؟ ليه بقى؟ هو وفي حاجة؟ وماله ما يجراش حاجة، عشان بس الراجل يطمن. زي ما أنت عارفة دي مسؤولية، على إذنكم. إبراهيم، إبراهيم، تحليل بسرعة. لا مؤاخذة أستاذ عصام، اتفضل معايا لو سمحت، مش عاوزين شوشرة، اتفضل. لا إله إلا الله، مراتي وابني في يوم واحد. التهمة ثابتة على ابنك عصام، لأننا لقينا في شقته اللي في مصر الجديدة كمية من الكوكايين. مصر الجديدة؟ بس أنا ابني عصام ساكن هنا مش في مصر الجديدة. لا معلش، احنا تأكد لنا إن له شقة تانية في مصر الجديدة في شارع الأسد. لا بيه، مش في شارع الأسد، لا في شارع السابع. السابع، لا مؤاخذة. وكنت عارف، وكنت عارف يا ابن الكلب. ده بيتنا والمدابغ حتتنا، وعمرنا ما هنرتاح لو نسينا احنا جايين منين. هنا اصلنا. اي والله يا سي هشام، والمثل بيقول من فات قديمه تاه. طيب. ابعد عني. اسمعي يا دولة، ابعد عني يا كلام. يا ريت تفضل مكاني يا شيخة، تعالي بس نتكلم. وهنا ادرك شهرزاد الصباح وسكت سلامة عن الكلام المباح، واتلمت الخنفسة على عمنا الجعران. Thank you.
Thank you.